أهلا بالمشاهدين. إذن قبل الفاصل تكلمنا عن قطاع الإعلام والاهتمام في تولية كلية محمد بن راشد للإعلام له، وهو أحد الأساسيات اللي طبعا جعلها أحد أهم المنصات الأكاديمية المتخصصة بالإعلام في المنطقة. طبعا هذا ظاهر بخطة التدريس اللي تعتمد عليه الكلية في مسافات دراسات البكالورياس والماجستير اللي يؤهل خريجها للسوق العمل. طبعا ذلك إلى جانب تميزها باعتمادها الأكاديمي، ما ساهم في ارتفاع نسبة توظيف خريجي الكلية إلى 98% في الشهور الستة الأولى من عام 2018. هذا الاهتمام يتجسد أيضا بالمنح الدراسية اللي تقدمها الكلية للطلبة اللي استوفوا طبعا شروط المنحة من المتفوقين وأيضا غير طبعا المقتدرين ماليا، بحيث أن الآن 30% من الطلاب هم على برنامج المنحة. طبعا الحديث عن الإعلام أكثر وعن كلية محمد بن راشد للإعلام وتوجهاتها في تأهيل جيل قادر على مواكبة تطورات صناعة الإعلام، نستضيف اليوم إليسا أيوب، عميد مشارك في كلية محمد بن راشد للإعلام. أهلا وسهلا وصباح الخير، وأكيد معنا صوفيا بطرس موجودة معنا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. أهلا. أهلا فيكم. ياكم الله. في البداية لو نتكلم عن الإعلام ورؤية الكلية، كيف تتعاملون الآن مع هذا الموضوع ورؤية كليتكم بما يخص المناهج الجديدة؟ بلكي ببلش أنا بلش إليسا. إليسا خلينا نبدأ بإليسا. يلا كيفكم؟ يلا بالحروف الأبجدية. نحن منهج الكلية هو نشغل عليه بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا الجنوبية ساذرن كاليفورنيا، وهو سباك بمجاله. من ناحية نحن منحب نجمع بين الناحية العملية البراكتيكال سايد وبين الناحية الثيوريتيكال النظرية. تاني نقطة كمان عم نشدد عليها، نحن موجودين بمدينة دبي للإعلام، وهيدا الشيء بيخلي الطالب يدرس عنا وبذات الوقت يمارس انترنشيب، ممكن يشتغل صح؟ يشتغل بمدينة دبي للإعلام. تالت نقطة كمان عم نحثه ومنشجعه كرمال يكون كريتيكال ثينكر، يعني مننمي فيه التفكير النقدي عنده، كمان يقدر يطرح علامة استفهام ويشوف القصص بطريقة جديدة، لأنه بهالشكل بيصير التغيير بالعالم العربي وبالإعلام بالتحديد. طب لو نتكلم على طبيعة المناهج الدراسية المعتمدة أكيد في الكلية، أو طبيعة التعاون في هذا الإطار مع جامعة كاليفورنيا الجنوبية. هو هيدا كان الأساس لانطلاق الكلية، كان نظرة رؤية العميد علي جابر والقيمين على الجامعة الأمريكية في دبي أنه نطلق برنامج يختلف عن غيره ونتطور أكثر من غيره ونلحق أكثر منهج أكاديمي بيلحق السوق الإعلام كيف عم بيتطور. فارتقينا أنه كلية جامعة جنوب كاليفورنيا من خلال كليتين بقلبها، اللي هي كلية الصحافة وكلية العلوم السينمائية الفنون السينمائية، هن أفضل يعني جهة نلتجئ لها لحتى تساعدنا نبني هالمنهج. وفعلا كانوا الكورسات كله من الأول مبنيين بمساعدة هالكليتين بجامعة جنوب كاليفورنيا، وما وقف الموضوع عند هيك، لأنه من وقت ما هالمنهج نوضع بمكانه بقي يتطور. حتى الكلية نظرتنا يمكن للموضوع أنه ما بتوقف جهودنا بمكان معين، في مساقات بتختفي ومساقات تانية بتجي بديلة، كله مواكب كبتاً للتطور اللي عم بيلحق المجال الإعلام بالعالم. لو نتكلم عن سر وراء التوظيف السريع ما شاء الله للطلاب بعد التخرج من الكلية، هل في سر؟ مثل ما ذكرت، هو طلابنا بيدرسوا الناحية الثيوريتيكال النظرية، بس كمان نحن منضلنا بقلب البروجرام تبعنا يشتغلوا من الناحية العملية، يعني بيمارسوا شو عم يدرسوا، وبهالشكل لما يروحوا على المؤسسات الإعلامية هن مواكبين العصر بالتجدد اللي فيه بالتطور اللي موجود فيه. تاني نقطة كمان، نحن عنا علاقة جيدة كتير بالمؤسسات الإعلامية، وهذا الشيء بيساعدنا كرمال نوجه الطالب بأي اتجاه يروح.
ثالثا مثل ما قلت نحن يعني كفاكولتي ممبر كاساتذه بنمارس مهنتنا، يعني نحن كمان جايين من هالباك جراوند، فعلى تواصل على اتصال بهالمجال بصير خبره التدريس وكمان خبره في مجال الاعلام اكيد حيضيف هذا للطالب. طب احنا ذكرنا اكيد المنح الدراسيه، ايش شروطها؟ مين يقدر يحصل عليها؟ هو يمكن المنح وضعت من قبل كمان رؤية من الشيخ محمد لحتى نرفع مستوى الإعلام بالمنطقة العربية. ارتقى سمو الشيخ أنه يكون عنا منح لأفضل طلاب العالم العربي، أي متكلم باللغة العربية وصاحب جنسية عربية هو مؤهل أنه يحصل على المنحة، بس أكيد بده يكون طالب متفوق عنده يعني أفرج معين. تفوق قد إيش يعني؟ يعني تفوق أنا غير تفوق هاني مثلا. هو أول شيء في الشيء الملموس اللي هو العلامات الدراسية، يعني لازم يكون 90 وما فوق. أوكي. بس مش بس هيدا بيلعب دور، بيلعب دور شخصية. 90 من كم؟ من 100. يعني 90 100 وما فوق. كويس. ها؟ كويس 90. يعني يعني متفوق. يعني من 90 ل 100. بابا الظاهر. بابا بالنسبة له 90 ما متفوق. لا لا 90 بسيطة هذه. بسيطة للمتفوقين مثلك. بس كمان بيلعب دور أكيد شخصية الطالب قديه ملم بمجال الإعلام وقديه بده وعنده شغف لحتى يفوت بهذا المجال. ففي مثل يعني بروسس معين بنلحقه، وبالإضافة للحاجة المادية لأنه بدنا أنه هالطلاب اللي عن جد حابين يكونوا بهالمجال ومنهم قادرين ماديا ينفتح لهم هالفرصة. مش هيك هلا بنلاقي أنه 30% نسبة منا هينة ضمن يعني طلابنا بالكلية أنه يكون 30% منهم على منحة. ليسا ايضا كان في دفعه جديده، دفعه ماجستير في القياده والابتكار، لو تكلمين عن هذه الدفعه وكيف تطلعاتكم لها ان شاء الله بالمستقبل. ارتقينا، هي كانت رؤيه العميد علي جابر. نعم. انه في نوع من صغره بين المدراء بمجال الاعلام وبين اللي عم يدخلوا هلا سوق العمل. نعم. في لغه نوعا ما عم يقدروا يعني يتفقوا عليها، ف اقترحنا الماجستير يلي هي بتحدث المدراء بمجال الاعلام وبتطورهم وبتخليهم كمان يكونوا اب تو ديت. الماسترز كنا هلا عم نتسير عندها كمان شق بزنس، يعني كيف ممكن، لانه بتحفز كمان الانتربرينورشيب، كيف ممكن حدا يطلع بفكره جديده، كيف ممكن يطورها يصنع شركه بمجال الاعلام. فكان في حاجه بالمنطقه العربيه ومشان هيك تم يعني تخريج اول دفعه لنا. هو يمكن اي احد يعني يشتغل في الاعلام كمؤثر في مجال الاعلام يعني يفكر مستقبليا انه يبغى يدخل في مجال البزنس، فيمكن هذه زي ما يقولوا الميكس الحلو في هذا الماسترز. احنا قبل شوي قعدنا نتكلم على السوشيال ميديا ومشاهير السوشيال ميديا، ويمكن في ناس تطلق عليهم هم كاعلاميين. فانتوا ايش رايكم بمنظور الدراسه في الكليه؟ ايش رايكم، هل الاعلاميين ام لا؟ هلا الاعلامي بنظرنا نحن وعم برتكز على المنهج الدراسي تبعنا، هو مش بس الوجه الجميل وال يعني والشكل والطريقه كيف عم بيقدم حاله للكاميرا، هو المحتوى اللي عم بيقدمه. سو اي حدا عنده محتوى عن جد عميق له معنى، وهذا اللي بنعلم طلابنا عليه، انه بنقول لهم فيكم تتعلموا تكونوا مقدمين برامج من خلال دورات كشكل، بس ك ك كرؤيه كمضمون ك باك جراوند ثقافي، هيدا الشيء ما بيجي بين ليله وضحاها. مشان هيك بنحفزهم انه ياخذوا مساقات فيها كثير من الثقافه العامه، حتى من هالمخزون اللي عندهم يخلقوا محتوى. سو كل حدا عنده محتوى يقدمه، ممكن على مستوى معين طبعا، ممكن يطلق عليه اسم اعلامي اذا هو عم بياثر بالمجتمع بطريقه أعمق من الشكل والفاشن وهالمواضيع هيدي. ويمكن أنت قلت في سبتمبر إن شاء الله حتطلقوا برامج. نحن مع نادي دبي للصحافة طورنا كمان برنامج للسوشيال ميديا إنفلونسرز يلي بيحب يتطور أكثر بهذا المجال، يتعمق أكثر ويصير عنده مخزون ثقافي، مخزون معين فيه يعني يلتحق بهالسوشيال ميديا إنفلونسر بروجرام يلي هو بيبلش بسبتمبر. خلاص احنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب، وان شاء الله يمكن كذا اعطيناهم كل المعلومات اللي يحتاجوها عشان يقدموا للكليه. ونشكرك ليسا ايوب وصوفي بطرس على وجودكم معنا. شكرا لكم، الف عافيه. شكرا لكم.